عسلامة ومرحبا بكم متابعي زاد كلاس روم. قاعدين مكملين في ديزيبيزود متاع كوريكسيون دي زيكزاما في الالجبر لينيير. دونك سي ان اكزاما ان الجبر سي ان سيسيون كونترول 2022. دونك ليكزارسيس كان تلاحظوا ولا ليكزاما كومبورت تواز اكزارسيس. اكزارسيس الاول يحكي على لابليكاسيون لينيير. ليكزارسيس الثاني عطانا ماتريس قال يحسب لي ديتيرمينون بعد او كاري او كوب انسي سويت. ومن الاخر باش تطلع لها الانفيرس نتاعها بار لا ميثود هذي تتسمى ميثود دو ديكومبوزيسيون. ليكزارسيس الثالث كان تلاحظ معايا هذا زاد يحكي على الدياغوناليزاسيون. كان تلاحظوا لي كيستيون ستوندار كالكي لي بولينوم كاركتيرستيك لي فالور بروبر لي سوز سباس بروبر مونتري كو ا اي دياغوناليزابل اي اون ديدوير لا ماتريس ا لا بويسونس ان. في ليبيزود هذي باش نحاول ما نطولش عليكم برشا باش نصلح ليكزارسيس الاول وليكزارسيس الثالث. دونك ليكزارسيس الثاني مصلح كيفو برشا تشوفوا تلقاو كيفاش نطلعوا الانفيرس بار دي كومبوزيسيون. دونك نرجع ليكزارسيس الاول اش قال لي. قال لي اون كونسيدير لابليكاسيون اف دو ار 3 فير ار 2 لونسومبل دي ديبار هو ار 3. دونك هنا ار 3 فير ار 2 اش معناها هذا؟ معناها انو لونسومبل دي ديبار اش يقصد؟ يعني يقصد انو الفونكسيون فيها 3 فاريابل اكس ايغريك زد كي اسوسي مثلا فوالا اعطاني دو فونكسيون. قال لي اكس موا زد بوان فيرغيل ايغريك بلوس زد. بالله شنو معناها مسيو هذي لي كريتير هذي؟ مثلا تجيك انا توا هذي شنيا لابليكاسيون لينيير هذي في حياتنا شنو تعمل؟ فار اكزومبل انت عندك اتلي. اتلي هذايا شنو دخلت فيه؟ دخلت فيه مثلا ماتير لول حديد، مثلا دخلت فيه لوح، وعندك بلاستيك سوا ديزون، هذوما توا فاريابل. شنو خرجت؟ خرجت طاولة وكرسي. هذه هي شنو تصلح لابليكاسيون لينيير. هاو تحب نبسطها لك الحكاية هذي كل شنيا معناها. يعني في لونتري دخلنا 3 فاريابل حديد لوح بلاستيك، في الاخر في السورتي راهي خرجت لنا طاوله فونكسيون تاع طاوله فونكسيون تاع كرسي. سي بون فوالا هذا شنو يصلح للابليكاسيون لينيير. الونسي نرجع للكيستيون. قال لي اول سؤال مونتري كو اف ايتي ابليكاسيون لينيير. باش تبين اللي اف ايتي ابليكاسيون لينيير اول حاجه تعمل تقول له سوا U سمي هذا الفيكتور هذا كل اسمه U في اسوسي للاف دو اي هذه اللي هي x مو z كونفرجي لكريغ بلوس z وتقول له زاد a u بريم. تعمل كوبي كل للفكتور هذا x بريم فوالا x بريم كريغ بريم z بريم كيف كيف يعني خوه بالضبط. تعمل كوبي كل كي اسوسي ا اف u بريم فوالا اللي هي تولي لي x بريم مو z بريم كونفرجي كريغ بريم بلوس z بريم فوالا. تو قداش ولا عندي فيكتور؟ عندي دو فيكتور. تقول لهم بعد اي سوا الفا بيتا تاخذهم على قد النومبر دو فيكتور ابارتيان ا ار تيل كو. هاي الابليكاسيون لينيير فورمولا تاع شنيا انو اف دو الفا يو بلس اف دو بيتا يو بريم لازمها تكون اكوات ايكال لازمها تكون ايكالا الفا اف دو يو بلس بيتا F de U prime. Voilà, et le cadre de l'application linéaire. Et le cadre de l'application linéaire. Alors, بالضبط شنو باش يصير؟ احنا باش نبداو من هنا يلزمنا نشوفوا نوصلوا لهنا. ايه كان وصلنا احنا كان لقيناها ايكال راهي لينيير، كان نلقاها مش ايكال راهي نيبا لينيير. دونك نبداو بهذه. اش معناها نبداو بهذه؟ يعني نمشي للالفا هذا ونضربه في الفكتور اي. يعني ريتو الالفا هذا باش نمشي ندخلو على الفونكسيون هذه ونلقى فاريابل نضربه فيه. دونك هات نبداو تولي لي الفا اكس موا الفا زد بوان فيرغول الفا ايغريك بلس الفا زد هذه سكرها. دونك عندي بعد بلس بلس شنو كيف كيف البيتا باش ندخلو على الفكتور الثاني هذا باش تولي لي بيتا اكس بريم موان بيتا زد بريم بوان فيرغول بيتا غريغ بريم بلس بيتا زد بريم فوالا اكوات ايكال. قالي لهناش عمل بالضبط تقولش عليه خرج الالفا لبرا اون فاكتور كيف كيف لهنا خرج البيتا لبرا اون فاكتور. دونك لهنا خرجوا الالفا بويسكو موجوده في البلايص كلهم. دونك خرج لبرا اكس موان زد بوان فيرغول ايكغريغ بلس زد فوالا. لهنا باش نخرج البيتا لبرا دونك بلوس بيتا اكس بريم موا زد بريم
point virgule y prime plus z prime. دونك شنو نلقاو تو؟ نلقاو رواحنا انه هذه هي الفا وهذه كلها شكون هي اف دو اي بلس هذه البيتا البرا وهذه كلها شكون هي اف دو اي بري. دونك احنا من بدينا بهذه نلقاو رواحنا في هذه دونك ديريكت نقولوا اللي اف اي لينيير ايتين ابليكاسيون لينيير على وهكا جاوبنا على الكاستيون الاول. قال لي كالكيلي la matrice A de F dans la base canonique B. Donc, سؤال زاد هذا سؤال على الاخر. Bon, شي يحب يقول كي يقول لك هكا كالكيلي la matrice A de F dans les bases canoniques de R3 et de R2. Donc, انت اش معناها؟ يعني باش ترد للفونكسيون هذيا من الاخر باش تردها له ماتريس سو فورم دي ماتريس. باهي هاد تسميوها A الماتريس. قال لي سميها A. يا اخي احنا في الماتريس ما عندنا مش عندنا هذا الفكتور الاولاني نتاع اكس الفكتور الثاني نتاع واي والفكتور الثالث نتاع زد. دونك تجي تعمل تشوف لهنا في الفونكسيون اكس هنا فاش مضروبه مضروبه في الان تجي تحطها لهنا في الان. من بعد فونكسيون ثاني عندي شي اكس لا دونك يعني مضروبه في الزيرو. من بعد عندي زيرو اي مسيو يا اخي اش بيك عملت 3 اي فوالا خاطر الماتريس لازمها تاخذ الديمونسيون نتاع لونسومبل دو ديبار الديمونسيون تاعها يلزم تكون على لونسومبل دي ديبار خاطر فيها اكس غريغ وزيد فوالا باهي. يعني كان ما لقيتش عندي فونكسيون اخرى ديريكت حط له زيرو باهي. نمشيو توا للغريغ الغريغ لهنا في الفونكسيون الاولى ما فهمش سيتادير باش نحط زيرو لهنا. من بعد باش نحط ان هيك موجوده غادي تقولش عليها مضروبه في الان وكيف كيف لهنا باش نحط لها زيرو. نمشيو توا للزيد الزيد في الفونكسيون الاولى عندي موان ان من بعد عندي لهنا مضروبه تقولش عليها في الان وكيف كيف هنا ما عنديش دونك نحط لها زيرو. باش تتاكد شنو نعملو احنا موجي نعملو اكس غريغ وزيد ومن بعد نضربهم هكا ولا باش نردها كيف هكا اش تولي لي الاولى تولي لي اكس موان زيد دونك اكس موان زيد ثانيه هي غريغ بلس زيد غريغ بلس زيد والثالثه زيرو. دونك اسكو هما بيدهم هذوما فوالا هما بيدهم دونك الماتريس تاعك صحيحه. هكا كيفاش نخرجو لا ماتريس باهي. خرجنا توا الماتريس تاعنا توا اش قالي؟ قالي ديتيرميني لو رون دو ا اي دوني ان باز دو ليماج دو اف الرون تاع ا. دونك لهنا باش يسالك على الرون الرون باش نلوجو عليه بالفاسون هذه اللي هي تاع ديتيرمينون بويسك انا ال ا هذه سيتي ماتريس كاري يعني نجم نحسب لها ديتيرمينون. دونك احنا باش نلوجو على الرون نمشي نخدمها بالطريقه تاع الديتيرمينون. الديتيرمينون تاع ا قداش؟ نورمالمون هنا لازمك تفيق مادام عندي لينيا كامل في زيرو سيتادير ديتيرمينون ايكال زيرو. دونك اش قلنا كي نلقاو ديتيرمينون ايكال زيرو؟ احنا هات نذكرو كي نلقاو ديتيرمينون ديفيرون دي زيرو شنو نقول؟ نقول ديريكت راه الرون قد الديمونسيون الرون تاع الا قد بالضبط الديمونسيون والديمونسيون لهنا هي يقصد 3 3 سيتادير ديمونسيون تاع 3. لكن كي نلقاو ديتيرمينون ايكال زيرو شنو نقول؟ نقول راهو ديريكت الرون تاع ا الرون تاع ا اصغر حصرا من الديمونسيون اصغر من الديمونسيون سيتادير احنا عندنا الكا هذيا انو ديتيرمينون ايكال زيرو. نجي لهنا نقول راهو الرون دو ا اصغر من ثلاثة. شكون من الاعداد اللي اصغر من ثلاثة؟ عندنا اثنين وعندنا ا. دونك اسكو عندنا رون ايكال زيرو؟ لا ما عندناش رون ايكال زيرو. اقل رون باش نلقاه هو ا. دونك اول حاجة اش باش نعمل؟ باش نمشي نتيستي على الدو اسكو الرون تاع الماتريس هذيا دو والا باش نعمل بالضبط؟ باش نجي للماتريس هذيا ونخرج توسكي مثلا هات نخرج سو ماتريس دور دور دو فوالا كنت نجم نخرج هذيا مثلا نجي لهنا نعمل هكا 1 0 0 1. اما اتيديون اخر مثلا يخرج لي هذي هذيا مثلا سو ماتريس هذيا. دونك مثلا هات ناخذهم للماكسيموم 0 0 فوالا. ثم اتيديون اخر مثلا ينجم يخرج هكا هذوما فوالا. دونك تمشي هكا 1 1 0 0. ثم اتيديون مثلا ينجم يخرج هكا كيما زادت نجم تخرج هذا وهذا 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 فهمتني حصيلو تنجمو تخرجو 9 ماتريسات 9 سو ماتريس مثلا. لكن لوبجيكتيف احنا مش باش نقعدو نخرجو فيهم الكل نو باش نمشي كل سو ماتريس نخرجها باش نمشي نحسب لها ديتيرمينون. جيت لهذيا طلعت لها ديتيرمينون تاعها ظاهر زاد ايكال زيرو
علاش؟ خاطر ديما باش نقعد نطلع الران فاز ديتيرمينون، نتعدى مثلا لقيت هذه ايجال زيرو، نشطبها ونتعدى لروحي، نشوف هذه زاد حتى هذه ديتيرمينون تاعها ايجال زيرو، اهو خاطر كولون كان في زيرو ولا لين كان في زيرو، نتعدى لهذه توا، دونك نجي لهذه نلقى ديتيرمينون تاعها ايجال ا، اهو خاطر ا موان زيرو ا، دونك ا مخالف لصفر ولا، دونك اش نستنتج؟ نستنتج انو الران تاع ال ا ايجال الديمونسيون جديدة اللي هي 2، دونك ايكالا 2. لو فات لقيت واحد برك الديتيرمينون تاعو مخالف لصفر، ديريكت راه الرون تاع الماتريس ايكالا ا 2. هنا استنتجنا هنا ان الرون دو ا ايكالا 2، دونك من بعد اش قالي؟ قالي اي دوني ان باز دو ليماج دو اف. لهنا احنا في التروزيام كيستيون تاعو، دونك ليماج دو اف، ليماج دو اف هذه نجم نخرجوها باكثر من ميثود. ايماج خاطر السؤال هذا ينجم تطرح تروا فاسون، يقول لك ديتيرميني ليماج ولهنا يلزمك تحط الفورميل، يا اما يقول لك ديدوير ليماج والا يقول لك دوني ليماج. هلا دوني ليماج بالنسبه لديتيرميني هذه باش تمشي تحط الفورميل نتاع ليماج، كانت نجم احنا خدمنا في دي فيديو اخرين كيفاش نطلعوا ليماج بالفورميل نتاعها. كان قال لك ديدوير، ديدوير نورمالمون يلزمو يسالك عن نويو قبل ومن بعد تعمل ديديكسيون، لكن كي يقول لك دوني سيتادير راهو يعطيك انديس انك لازمك تخرجو من الماتريس هذا. باهي شوف كيفاش باش نعمل انا توا، احنا لهنا في الكا هذا قالي دوني، لكن هو فرد سؤال قالي دوني بلوتو ديتيرميني لو رون، الرون لقيناه دو، اي دوني ليماج. اول حاجه تقول له دابري لو تيوريم دو رون، دابري لو تيوريم دو رون رون شحال انا قادر تقول لك؟ تقول لك راهي الديمونسيون نتاع ليماج او اف توجور ايغالا الرون نتاع الماتريس كي اسوسي ال اف، يعني بلغه اخرى استنتج لهنا ان الديمونسيون نتاع ليماج ايغالا 2 خاطر الرون نتاع الماتريس هي ايغالا 2. ليه اش معنى الديمونسيون تاعها ايغالا 2؟ سيتادير نجي نقول ان ليماج فيها دو فيكتور، يعني ليماج فيها فيكتور لولاني بلوس فيكتور اخر. فوالا لهنا كيفاش باش تصرف؟ نورمالمون بشوية كي تمشي احنا مو بويسكا عنا هنا اكس وكريك وزاد، اكس وكريك كريك وزاد، دونك اون فيت خاطر الفونكسيون دو ديبار فيها تروا فاريابل، دونك باش نمشي نحط فيكتور اكس هنا وفيكتور كريك لهنا، دوكو انه ليماج باش تاخولي دو فيكتور. باهي كل قايمين باش طلعهم لي فيكتور هذوما نمشي ديريكت نسرسك الفيكتور نتاع اكس هنا هو 1 0 0 والفيكتور نتاع كريك هنا هي 0 1 0 وهكا طلعت ليماج. بعد قالي؟ قالي اون دودوير لا ديمونسيون دو نويو دو اف اي اي بي اون دوني ان باز. باهي دابري تيوريم دو رون زاد كيف كاتريام كاستيون، تيوريم دو رون هذه شتقول؟ تقول لك انو دو رون تقول انو الديمونسيون تاع لونسومبل دو ديبار، ديمونسيون دو لونسومبل دو ديبار، لونسومبل دو ديبار لهنا هي الديمونسيون تاعها 3 توجور اكوات ايغال، هي الديمونسيون نتاع الكير والا النويو تاع اف بلوس الديمونسيون تاع ليماج دو اف، ليماج دو اف. احنا الديمونسيون تاع لونسومبل دو ديبار هي 3، الديمونسيون تاع ليماج لقيناها ايغال ا 2 بليتو هاك 2. فوالا اش قاعد لي يا اخي؟ 3 تساوي كم مع 2؟ هي نورمالمون 1 مع 2، دونك النويو تاع اف نورمالمون باش فيه ان سول فيكتور. باهي كيفاش نطلعو انا بالضبط؟ فوالا سامحوني جيست شوي لهنا، دونك كيف جي باش نقول؟ نقول الكير دو اف ايغال قلنا ما استنتجنا فيه هو ديمونسيون تاع ان سول فيكتور سيتادير فيكتور كذا كذا. كيفاش باش نسميه انا الفيكتور؟ بويسكو توا ليماج خدات الاكس والكريك نورمالمون باش نجي للكير ونعطيه الفيكتور زاد اللي هو هذا، دونك ايتيغال ا موان زان ا اي زيرو. فوالا وكي تنجمو تشوفو في زيبيزود اخرين خدمين زاد على دي فيديو على النويو كيفاش نطلعوه بالفورميل والا كيفاش نعملولو ديديكسيون من الثيوريم دوران. فوالا.
اكزرسيس نمبر 3. هذا الاكزرسيس كما قلت لكم يحكي على دياغوناليزاسيون، اكزرسيس تيبيك فيه لي كيسيون ستاندارد. دونك سوا لا ماتريس سي سماها سي كي تيكال 2 1 موز 1، بلا باش نعاودها لهنا. دونك هذه سماها سي، دونك 2 1 موز 1 1 0 1 1 0 موز 1 0 اي 1. كالعادة كان الكريتير لهنا ولا اللي دينونسي ماهوش واضح، تلقاو اللين في الكومنتير تحت الفيديو هذا. يهزكم للجروب زاد كلاس روم يونيفرسيتي ستودنت، غادي تلقاو الدوكيمون كامل وتلقاو اللين تاع الفيديو. باهي، أول سؤال قال لي كالكيلي لو ديتيرمينون دو سي موان 3 اي. اش معناتها سي موان 3 اي؟ ديتيرمينون دو سي موان 3 اي، يعني بلغة أخرى باش تجي الماتريس سي هذه وتطرح منها ماتريس ايدونتيتي دور دو 3 وتضربها في 3. دونك 3 0 0 0 3 0 0 0 3 فوالا اكوا تيكال. باش نجي لهنا ونحسب انا الديتيرمينون نتاع هذاك من بعد. دونك 2 الى 3 باش تعطيني موانز 1، عندك 1 موان 0 هي 1، موانز 1 موان 0 هي موانز 1، 1 موان 0 هي 1، 1 موان 3 هي موان 2، عندنا 0 موان 0 0، موانز 1 موان 0 موانز 1، 0 موان 0 0، اي 1 موان 3 موان 2. من بعد باش تمشي للماتريس هذه كلها تعمل لها الديتيرمينون تاعها. اي خويا نحسبوا مثلا انا هات نجي للليني هذايا ونخرج بيه الديتيرمينون. دونك باش تولي لي موازان هذيك تخرج برا كوفيسيون، يقعد هكا وهكا، يعني ا موازان هذه نستعمل في الميثود هذه نتاع كوفاكتور زيرو بلوس زيرو. هذا سي با لا بين، خاطر انت باش تخرج زيرو اي حاجة كي تضربها في الزيرو باش تعطيك زيرو، تقعد لهنا موان دو. دونك موان دو كيف كيف خرجتها من ليني 3 كولون 3، دونك ليني 3 نفسخ كولون 3، تقعد لي موانز 1 1 موان 2، موانز 1 1 موان 2، فوالا تو تمشي تحسب الديتيرمينون تاع الماتريس الصغيرة هذي. 0 إلا 2 إلا 2 إلا 2 في إلا 1، هذيك كلها تعطيني 2، 2 موانز 1 1 1 فوا موان 2 باش تعطيني 2. دونك الديتيرمينون تاعنا اكوا ايكال 2 موان 2 ايكال ا 0. من بعد اش قال لي؟ قال لي اي ديدوير ان اليمون دو سبيكتر دو سي سبيكتر، شو يقصد بها هما لي فالور بروبر، خاطر الفالور بروبر تسميو زادا دي سبيكتر، دونك دي سبيكتر دو لا ماتريس. دونك احنا شنو نعرفو؟ نعرفو فما بارمي لي زاستيس شو يقولك؟ يقولك انو راهو لي البرودوي دو فالور بروبر، البرودوي بيت من بعد كي تلقى لي فالور بروبر كي تضربهم في بعضهم لي برودوي دو فالور بروبر ولا لي برودوي دو سبيكتر توجور ايكال الديتيرمينون تاع الماتريس، الماتريس سي هذه. قلت انه احنا الديتيرمينون تاع سي مون 3 اي لقينا زيرو، فوالا. دونك رانا باش نلقاو هذه، كان تلاحظوا هذه هي الفورميل بليتو نتاع البولينوم كاركترستيك، وكان تلاحظ زيت حتى الديتيرمينون تاع سي. مو انا ديما نقول لك يعطيك ماتريس يا خويا بزنسها، اش معناتها بزنسها؟ اخزر للي ليني نتاعها واللي كولون نتاعها. مرات فما انديس تعطيك نجم تعاونك في الاكزام الكل، كان تلاحظ انت كان تجمع ولا تطرح الليني كولون دو، كولون دو هذايا تطرح منه الكولون 3، اخص ا موا موا ا تعطيني 2، ا موان 0 تعطيني 1، 0 موان 1 تعطيني موان 1. دونك فما كومبينيزون ما بين لي كولون. دونك اش معناه؟ معناه انه كولون 2 موان كولون 3 يعطيوني الريزلت نتاعهم في كولون 1، سيتادير اش معناه هذا؟ انه ديتيرمينون تاع سي زاد ايكال 0، يعني ديتيرمينون تاع ماتريس هذي زاد ايكال 0. وكيما قلت لكم انه بعد لي فالور بروبر كي تضربهم في بعضهم برودوي نتاعهم لازم يكون ايكال ديتيرمينون دو سي، واحنا ديتيرمينون دو سي ايكال 0. ولي فالور بروبر باش نلقاو مثلا 3 فالور بروبر، اش معناها 3 فالور بروبر ايكال 0؟ سيتادير واحد منهم ايكال 0. دوزيام كيستيون قال لي كالكولي لو بولينوم كاركترستيك دو سي. بور كالكولي لو بولينوم كاركترستيك دو سي بي سي لهنا دو اكس، دونك بون هو خدمها باللامدا، باهي هاد سميوها لامدا سي، علاش نعمل اكس؟ دونك راك تنجم تلقى لامدا اكس اللي تحب الفا أمهم، سماها لامدا، نقعد نسميهم لامدا. حط الفورميل الساعتا بولينوم كاركتيرستيك دو سي هي الديتيرمينون تاع الماتريس هذه نتاعنا سي موان لامدا اي 3،
علاش اخترنا اي تروا؟ خاطر ماتريس دور دو تروا. من الاخر الفورميلا هذيك باش نعملها، شوف ترجع للماتريس انيسيال هذيا وتجي للدياغونال هذيا هكا، الكل كوفيسيون منه تطرح منه لامدا. دونك سامحني كذلك باش نطرح هنا لامدا، نعمل هكا دو موا لامدا، ان موا لامدا، اي ان زاد موا لامدا، لي كوفيسيون الاخرين يقعدوا كيفهم. من الاخر ومن بعد اش باش تعمل؟ باش تمشي تحسب الديتيرمينون نتاعها هذه كل، خاطر احنا شكون قلنا الديتيرمينون نتاع هذه كل. باش نمشي نحسب انا توا الديتيرمينون نتاع الماتريس هذه، شنو لازمني نعمل؟ لهنا الحقيقه لازمني نوصيك من برشا حاجات في الحكايه هذه. لكن باش تخرج بك الميثود نتاع الكوفاكتور، تخرج كوفيسيون لهنا وتخلي هكا تشطب هكا وهكا، هذيك راهي باش تهزك الحل بليتو، ما ينجم يوصلك لحتى البلاصة، باش يقوي عليك ستريس، باش يخرجك من الاكزامان بصفر. فهمتني؟ باه شنو لازمك تعمل؟ كان انت الماتريس هذه فيها زوج زيروات في لينيا واحد ولا في كولون واحد، مش تقصد ماشي زوج زيروات، لا هذوما صحيح زوج زيروات لكن ما همش لا في لينيا واحد لا في كولون واحد. مالي يلزمهم يكونوا زوج زيروات في ليني واحد والا في كولون واحد. بلغه اخرى لازمك انت تزيدها المرحله هذه تخدمها وحدك، دوكو انك تطلع زوج زيروات. به كان نجمنا نطلع زوج زيروات في ليني واحد ولا في كولون واحد فبها وناعما، سينو يلزمك تحاول كيفاش تلقى لها سوليسيون حتى بالكو فاكتور. به نجي مثلا انا لهنا، كنت لاحظ لهنا عندي هنا ا وهنا موان زان، شنو نقول؟ نقول مثلا لينيا 3 رسوا لينيا 2 بلس لينيا 3، باش نحاول بلغة أخرى نطلع زوج زيروات في لينيا واحد وإلا في كولون واحد. فوالا هاد نخدمو لوبيراسيون هاذيك. دونك لينيا الأول قعد هو بيدو 2 موان لامدا، هذاك باش يقعد هو بيدو ا وهنا موان زان، لينيا الثانية زاد باش يقعد هو بيدو ا موان لامدا، وعندنا لهنا زيرو، هذا مع هذا باش يعطيني صفر، هذا مع صفر باش يعطيني ا مو لامدا، وعندي هذا مع هذا زاد باش يعطيني ا مو لامدا. سوبر. باه من بعد شنو هي لوبيراسيون الاخرى؟ لوبيراسيون الاخرى كان حدكو باش نعملها توا على الكولون، باش ناخو نفس لي زانديس اللي حطيته مع اللينيا. دونك باش يولي لي كولون 3 رسوا هي كولون 2 وهنا كولون 3، لكن الحاجه الوحيده باش تبدل اللي كانت هنا بلوس باش تولي لي موا. فوالا باش تولي الماتريس كيفاه، كولون 3 هو باش تصير عليه ترانسفورماسيون، يعني كولون 2 وكولون 1 يقعدوا هما بيدي. دونك 2 مع لامدا، عندي هنا 1 وعندي هنا 0، هذا باش يقعد 1 مع لامدا، وهنا كيف كيف 1 مع لامدا. توا واش قالي؟ قالي كولون 2 مع كولون 3، 1 مع موان زان تولي لهنا 2، 1 مع لامدا مع 0 باش تقعد لي 1 مع لامدا. توا هذا الا هذا كان تلاحظ مش هما بيدهم نفسا، حاجة كتنحيها من حاجة كيف تعطيني صفر، ولا تحسن عنها صفر. كان تلاحظ توا يا غالي انو ها هوكا زوز صفور تحصلت عليهم في اللينيا الثالث. دونك نمشي توا نخرج الكوفيسيون هذايا، لكن كي تخرجو فات اتونسيون ديما كي الكوفيسيون كي يبدا في الوسط نزيدوها كسيني موا. دونك نمشي توا نحسب انا ديتيرمينون ان موا لامدا نخرجها، قلتلك نزيدها سيني موا. دونك من بعد نحط لك السو ماتريس نتاعي، أنا من خرجت من لينيا 3 كولون 2، دونك الباقي نمشي نكتب، دونك تولي لهنا 2 مع لامدا، عندي لغادي 2، ولهنا 1، وغادي 1 مع لامدا. باهي، يقول القائل يا أخي مسيو وقتاش احنا كيفاش نجاوبوه؟ وقتاش نعرف روحي اللي أنا جاوبت اللي أنا طلعت بولينو كاركترستيك؟ من الآخر باش أنت تعرف روحك اللي راك طلعت بولينو كاركترستيك، يلزمك الماتريس سي هذيا تردها في عود كانت ماتريس قائمة الذات، يعني تروا لينيا تروا كولون، باش تردها سو فورم دو تروا برودوي، هذايا هما لو بولينوم كاركتيرستيك، والأكثرية كلها باش تلقاهم أون فونكسيون دو لامدا لامدا لامدا. علاش؟ خاطر احنا في الفونكسيون نتاع ولا الفورميل نتاع بولينوم كاركتيرستيك حطينا اللامدا زدناها يعني بلغة أخرى. باهي دونك يلزمك تكمل تحسب تضرب ولا تعمل ديتيرمينون تاع سو ماتريس هذيا، هذا في هذا إلا هذا في هذا. دونك على هكا نمشي نكمل على روحي انا الموا هذه باش نحب ندخلها لداخل تولي لي ولا نخليها لبرا سيدي هكا ا موا لامدا. فوالا دونك نحل اكولات
باش نضرب هذا في هذا فات اتونسيون هنا يلزمك تعمل لي بارونتيز ولازم تخدم حتى بالكولور باش ما فيهاش دونك دوم ولا مدا خاطر الاكزرسيس هذا سونسيبل على الاخر كان طول في السين كل شيء يمشي غال فوا ان ولا مدا موز ان فوا دو باش تعطيني موان دو بريك توا ما دام وصلتش لقيت تروا برودوي هكا نضاف دونك يلزمني نمشي نعمل ديفلوبمون نمشي ديفلوبي هكا ومن بعد ديفلوبي هكا انزي دونك باش تولي لي موز ان موان لامدا هذاك ديما يبقى تتبع دونك الحل الأولاد دونك دو فوا ان هي باش تعطيني دو دو فوا موان لامدا تعطيني موان دو لامدا موان لامدا فوا ان هي موان لامدا موان لامدا فوا موان لامدا هي بلوس لامدا أو كاري دونك نكمل هاذيكا موان دو باهي كان تلاحظ لهنا عندي هنا دو وعندي هنا موان دو النجم نخليها موان دو لامدا موان لامدا توليلي موان لامدا موان تروا لامدا فوالا وعندي لهنا تقعدلي بلوس لامدا أو كاري هذايا تلكل البرودوي الثاني وك البرودوي الأولاني هذاك يقعد ديما في تبقية دونك كان تلاحظ لهنا مرات شوف ثم اتيديونات يقول لك انا باش نمشي نخدمها بالدلتا خاطر بولينوم دو سكون ديجري ال ا هي ان لهنا ال بي هي موان تروا و سي لهنا زيرو وتنجم تخدمها بالدلتا لكن ثم طريقة ما اسهل طريقة ما اذكى شوف انا عندي موان زان موان لامدا شنو هي الطريقة الاخرى كنت لاحظ لهنا عندي اللامدا موجودة لهنا وموجودة لهنا دونك خرج اون فاكتور فوالا خرجت اون فاكتور شو قاعد لي تقعد لي موان تروا قدام وهنا بلوس لامدا فوالا اهوكم لي تروا برودوي حاصلين دونك هذا البرودوي الاول هذا البرودوي الثاني هذا البرودوي الثالث نجي من الاخر شو نقولو نقولو بي ا بلتو اسم الماتريس سي دونك بي دو سي دو لامدا قلنا ما هو تروا بولينوم بولينوم الاول فوا البولينوم الثاني فوا البولينوم الثالث دونك البولينوم الاول عندك سيني موان ساعة هذيك لهنا تولي لي ان موان لامدا دونك البولينوم الثاني هو لامدا وحده والبولينوم الثالث نجم تجيب هكا موان تروا بليس لامدا ولا لامدا موان تروا فوالا وهكا طلعنا البولينوم كاركتيرستيك دو ان فوالا اون باس تروازيام كيستيون قال لي اكريف لو بولينوم كاركتيرستيك دو سي سو لا فورم تروا موان لامدا بي فاكتور بي اون حكاية بدون هنا لغة أخرى اخي احنا مش عنا دي برودوي هذوما وعندي سيني موا كان نضرب الموا هذه نضربها في البولينوم هذا شكون لي باش تولي لي هكا تروا تقدم تولي لي موا لامدا خاطر باش تبدل السيني ولا باه تحسن على البولينوم الاول والبولينوم الثاني شنو قال لي لامدا كاري دونك باش نضرب هذا في بعضه باش تولي لي هذه تولي لي لامدا او كاري ولا موا لامدا او كاري نضرب هكا يعني باش نضرب هكا وهكا الموا هذيك مشات لهنا سي بون معاش خاطر في البرودوي كي نضرب برودوي واحد سي بون دونك لامدا او كاري باش تولي لي لامدا فوا موا لامدا تعطيني موا لامدا او كاري وهنا لامدا فوا ان بلس بلس لامدا فوالا بلس السي هو السي لهنا زيرو عندي فوالا دونك قال لي من بعد او ا بي سي سون دو ريال ا ديتيرميني دونك شنو هي الا لهنا الا هي موازان هيك الا هي المضروبه في اللامدا كاري دونك هذه تقول له راهي الا ايغال ا موازان البي اللي هي مضروبه في اللامدا شنو هي البي البي هي ا والسي هو زيرو معناها هذه هي الا والبي والسي كاتريام كيستيون قال لي ديتيرميني لي فالور بروبر دي لي سوز اسباس بروبر دو سي بي اول حاجه باش نطلع لي فالور بروبر شنو نعمل باش نمشي نقول فالور بروبر باش نطلعهم واني نمشي نحط البولينوم كاركتيرستيك هذا اللي لقيتهم ايجال زيرو لامدا هنا ايجال ا زيرو سي ايكيفالون شنو ايكيفالون انو هذوما لي تروا بروبي هذوما ايجال زيرو سي تادير تروا مع لامدا فوا لامدا فوا ا مع لامدا ايجال زيرو دونك احنا تفهمنا قلنا برودوي في برودوي في برودوي ايجال زيرو سي تدير واحد منهم ايجال زيرو هذا ايجال زيرو وقتاش وقت اللامدا شنو يا خو يقول هذا وقت اللامدا هو بيدو يا خو زيرو وهذا وقت اللامدا يا خو تروا دونك فوالا هذوما هما لي فالور بروبرشي تقول له دونك اون دو تيي ولا تقول له ا
admet qu'adesh une valeur propre, trois valeurs propres distinctes. C'est très important qu'il m'a dit distinct, c'est un mot technique. Distinct, يعني ما فيهم حتى واحد مع اخر حتى بارفوا نلقاو دي فالور بروبر يتعاوزوا وقت نجم نقول راه فالور بروبر دوبل والا سامبل والا تريبل اسي سوي دونك احنا عندنا لي تروا فالور بروبر لهنا باش نعاود نذكرك بك لي زاستيوس انك كيفاش تعرف خدمتك صحيحه ولا عندنا دو زاستيس دونك احنا بويسك حسبنا ديترمينون تاع سي لقيناه صفر قلنا راهو لو برودوي دي فالور بروبر توجور ايغال ديترمينون تاع الماتريس دونك احنا هات ترى نضربوهم ثلاثه في الصفر في الواحد نورمالمون صفر وديترمينو في ناسفر دونك هذه الاولى تشيك يعني فيريفي زاد لاستيوس الثاني اش تقول لك تقول لك انه ديما السوم تاع لي فالور بروبر قد التراس دو لا ماتريس تي ار دو سي شنو هو التراس التراس هو السوم دو لا ديغونال 2 مع 1 مع 1 4 هي ترى نجمع لي فالور بروبر 3 مع 1 مع 0 3 3 مع 1 زاد 4 دونك هذه زاد استيوس تبين لك اني خدمتك صحيح فوالا أو واش قال لي؟ قال لي إي ديتيرميني لي سوز اسباس بروبر دو سي. مريك، الكيستيون هذايا ياخذ برشا وقت، الحقيقة ياخذ برشا كونسونتراسيون، دونك احنا بويسك احنا عندنا تروا فالور بروبر باش يجي هنا لامدا أ ادمي تروا فالور بروبر ديستان، قل سميهم له، سميهم له مثلا لامدا أ هو زيرو، لامدا دو هو أن، إي لامدا تروا إيكالا تروا. باهي. حاجة بركة نحب نوصيكم أنكم لي فالور بروبر هذوما تمشي تستوكيهم وحدك من غير حتى لا قليل هنا وحدك وحدك تمشي تستوكيهم في ماتريس دياغونال إيش معناتها ماتريس دياغونال؟ يعني تجي للدياغونال وتشارجيهم تحطهم عليكم من الصغير للكبير حاول ديما تحطهم منظمين من الصغير للكبير علاش خاطر من بعد باش تستحق الماتريس هذيا والآخرين لهنا كلها زيروات فوالا دونك هذيا لي فالور بروبر هذوما كلها تمشي تستوكيهم العكس. دونك يلا بينا نكملو نمشي نحسبو سوز سباس بروبر سوز سباس بروبر اس او بي دونك كيفاش نلقاوه هذيا حنا نعيطولو الفورميل نتاع او دو لامدا اي او نسبة لي اسباس و لامدا اي نسبة للي فالور بروبر هذوما اكوا تيكال هي لاماتريس سي هنا لهنا لاماتريس سي انا ديما نسميها ا فوا ان فيكتور او والبي هذايا ستان فيكتور كي تيكال اكس كريك زد دونك باش يجي لهنا افيك او ستان فيكتور اكس كريك زد كي ابارتيان ار 3 هيلو كي تيكال لامدا اي لامدا اي هو باش ياخذ مره 0 مره ا مره 3 و في الفيكتور هذاك هو بي دونك بويسك احنا على 3 فالور بروبر دونك باش تخدم 3 ثلاثه خدمات هذوما دونك اش باش تعمل تبدا بالزيرو يعني بينا باش نحسبو احنا او دو زيرو دونك او دو زيرو نطبق عليه القاعده هي سي سي فوا او كي تيكال زيرو فوا او هذا نمشي نعوض انا الماتريس نتاعي الماتريس نتاعي هذيك دو دونك دو ا موانز ا هنا ا موانز ا ا زيرو هنا موانز ا زيرو ا فوا الماتريس بليتو فوا الفاكتور هذاك اكس كريك وزيد كي تيكال زيرو في اي حاجه باش تعطيك زيرو باهي من بعد اش باش تعمل باش ترد لي كريتيري هذيا ولا خليني نكتبها هنا اكس كريك زد فوالا من بعد لي كريتير ماتريسيال هذي باش تمشي تردها سيستيم دو فوا اكس تعطيني دو اكس موا بلوس ان فوا اكريك هي اكريك موا ان فوا زد هي باش تعطيني زد كي تيكال زيرو كيف الليمي الثانيه اكس بلوس اكريك ايكال زيرو وعندي لهنا الاخراني موا اكس بلس زد ايكال زيرو لوبجيكتيف نتاع السيستيم تعلمنا تو انه ديما باش نطلع الاكس قداش والجريك قداش والزد قداش كنت لاحظ لهنا نبدا السيستيم من الاخر انه عندي زد لموا اكس نجيب لها هكا تولي لي نجم نخرج هنا زد ايكال اكس كيف كيف الجريك هنا نجم نخرج ونخلي الجريك لانه نجيب الاكس هكا تولي لي جريك ايكال موا اكس به تو من الاخر باش نمشي نطلع الاكس انا مو باش نرجع للينيا هذايا ونعوض كريك بالموا اكس والزيد بالاكس دونك باش تولي لي 2 اكس موا اكس فوالا هذه اكس موا اكس اخرى زيد ايكال زيرو دونك باش تعطيني 2 اكس موا اكس وموا اكس هما موا 2 اكس ايكال زيرو دونك هذه نشطبها منه مالنا زيرو ايكال زيرو لهنا المشكل وين انه جيت نلوج على الاكس يا اخي ضاع لي من السيستم القاعدة باش تقول كل كي فاريابل يضيع لك من السيستم خليه ايكال الميمام دونك فوالا ولقينا اونفان اكس ايكال اكس كريك ايكال موان اكس وزيد ايكال اكس
بعد نمشي نستنتج ديريكت احنا تو باش نخرجوا سكوز سباس بروبر نتاع الزيرو شنقول نقول او دو زيرو هو اكوا تيكال نمشي نشوف الريزلتا نتاعي ونشوف شكون الفاريابل اللي موجود في الريزلتا ولا في السيستيم في السوليسيون موجود الاكس كانت لاحق دونك شنقول نقول هو راه فاكتور دو اكس ونخرج سو فورم دي فاكتور كيفاش نخرج الفاكتور نخزر الاكس هنا فاش مضروب مضروب في الان الاكس هنا مضروب تقولش عليه في الموزان والاكس هنا مضروب في الان فوالا وهكا خرجنا الاسباس فاكتوريال والا الاسباس سوز سباس بروبر نتاع الفالور بروبر الاولاني اللي هو زيرو نفس الخدمه باش نمشي نعاود نخدمها بالنسبه للان ومن بعد كيف كيف بالنسبه للتروا فوالا لهنا باش نحاول انا نعوض ديريكت في بلاصه الزيرو هذه باش نحط ان فوالا لهنا كيف كيف باش نحط هنا في بلاصه الزيرو باش نحط ان فوالا باش ما نقعدش نعاود في الكتيبة وفي بلاصه الريزلتا هذه باش نلقاها ايجال زيرو ايجال زيرو لا باش ترد الحكايه هات الفصل واحد اوبس هذاك باش نستحفظ عليه الفاكتور هذاك مقلول دونك هذايا باش عطينا باش نستحفظ عليه هذايا باش نمشي نحطو اكوتي خاطر بعد باش نسحق الفاكتور هذايا اللي باش يكون لي لاماتريس دو باساج فوالا وين باش نحطو وين باش نحطو خليه له هكا فوالا دونك لهنا عاد نرجعو للسيستم تاعنا قلنا هنا باش تولي لي ايكال ان فوا اكس هذه باش تولي لي اكس اكس لهنا باش تولي لي ان فوا ايكغيك هي ايكال ايكغيك وهذه باش تولي لي ايكال ازي دونك في الحاله هذه شو لازمك تعمل لازمك اول حاجه ترد السيستم ليل اش معناها ترد السيستم ليل يعني كل تولي ايكال زيرو بلغه اخرى اش معناها رديتها ليل يعني بلغه اخرى اللي زيكس هذايا رديته هكا على اليسار والجريك هذايا رديته على اليسار والزيت زاد على اليسار لو اكس كان هنا بوزيتيف كي نرجع على اليسار يولي لي نيجاتيف دونك تولي لي موان اكس 2 اكس موان اكس تولي لي اكس فوالا بلوس يغريك موان زيت ايجال زيرو هنا الجريك كي نرجع الغادي يولي لي موان يغريك تقعد لي كان اكس ايجال زيرو وهنا زاد الزيت كي نرجع الغادي تولي لي موان زيت زيت موان زيت زيرو تقعد لي زيت كان موان اكس ايجال زيرو بيه لو دو ليني هذوما في السيستم ضد بعضهم دونك نجم نفسق واحد يقعد لي كان اكس يقال زيرو نرجع للليني الاول ونعوض اكس بزيرو تقعد لي ايكغيك موان زيد يقال زيرو دونك نجم نخرج ايكغيك يقال زيد وانا دونك نخرج السيستم شنيا اكس هاي كظاهرة يقال زيرو ايكغيك لقيناها يقال زيد دونك والزيد تو اكوا تيقال دونك نورمالمون باش تكون زيد باش تقول لي الواه مش في حطيت الزيد يقال زيد تو نورمالمون تقول لي راهي الزيد يقال ايكغيك فوالا تجي لهنا وتقول لي راهي الزيد يقال ايكغيك تو الايكغيك هي بيدها زيد والزيد يقال ايكغيك امشي عوض الايكغيك هذه دونك شوي خرج تخرج لي زيد يقال زيد فوالا ولا ناش نخرج نخرج الاسباس بروبر نتاع الان دونك شو نقول نقول هو فيكتور دو زيد علاش خاطر في السوليسيون تاع ولا في الريزلتا الفاريابل اللي موجود في السوليسيون هو زيد الفيكتور نتاعو شنو هو زيرو ان ان فوالا توا كالعاده باش نهز هذايا هذا الفكتور الاولاني نتاع الزيرو الفكتور زاد الثاني نتاع الان باش زاد نهزو نحطو بجنبو من غادي خاطر من بعد هذوما كلهم باش يتحصلوا لي على ال ماتريس دو باساج يلا بينا نرجع توا نعاود نكمل الخدمه للفالور بروبر الثالث اللي هو 3 دونك لهنا باش نعاود فكري نسيت نبدل شهادية دونك او دو تروا توا هنا زاد باش تولي تروا او كيف كيف هنا باش تولي تروا او دونك السيستم هو بيدو هنا باش تولي تروا زيكس هنا تروا زكريك وهنا باش تولي لي تروا زاد نفس البرانسيب باش نرجع ديما السيستم نيل بلغة اخرى تروا زيكس هذيك رجع غادي تولي لي موان تروا زيكس موان تروا زيكس بلوس دو زيكس تعطي لي موان اكس بلوس ايكغيك موان زيد ايكال زيرو كيف كيف لهنا الاكس تقعد اكس تروان زيكريك كان جيبها الغادي تولي لي موان تروان زيكريك موان تروان زيكريك بلوس زيكريك تعطيني موان دو زيكريك ايكال زيرو هنا زيد كيف كيف موان اكس تروان زيد كان جيبها الهكا تولي لي موان تروان زيد زيد موان تروان زيد تعطيني موان دو زيد فوالا كيف كيف ايكال زيرو باهي شنو باش نعمل تروان زيكريك مثلا مثلا هنا انا نجي للليني الثاني سوا ديزون ونخرج انو اكس يقال دو زيكريك هكا ولا
علاش؟ خاطر اكس كي نجيب الموان 2 زيغريك الهاش تولي لي 2 زيغريك، ونرجع مثلا للينيا الثالث اللي تو هذا، ونعوض الاكس ب 2 زيغريك تولي لي موان 2 زيغريك موان 2 زيد ايجال زيرو. حاجات لهنا لازم تفيق بهم، مثلا كي يبدا الجريك والزيد مضروبين في الدو اون سامبليف شنو يقعد لي هذا؟ تقعد لي كان موان ايجريك موان زيد ايجال زيرو. دونك باش نقول، نقول انه هات مثلا نجيب الجريج هكا مش تولي لي بوزيتيف، دونك الجريج اكوات ايجال هنا خرجت انه الجريج مثلا ولا زيد سوا ديزون زيد، هات نخرج زيد مثلا نجيب زيد التالي هكا تولي لي بوزيتيف كي تيجال موا ايجريج. فوالا طلعنا هنا زيد ايجال موا ايجريج، الاكس هنا ايجال دوز ايجريج. توا واش باش تعمل؟ باش ترجع للليني هذايا المعوض طول الجمله وتمشي تعوضه. دونك عندي هنا الاكس باش نعوضها بدوز ايجريج تولي لي موا دوز ايجريج بلوس y موا موا y، خاطر الزيت لقيناه موا y تولي لهنا موا موا y ايجال زيرو. ان فيت موا 2y y هذه تولي لي بلوس y هي بلوس 2y ايجال زيرو. فوالا عندي موا 2y و 2y ايجال زيرو، سيكو في زيد لهنا ال y انا جيت نطلع فيه لخضاري. دونك احنا تعلمنا كذلك فاريابل في السيستم خليه ايجال لويمان، دونك ال y نقول راه ايجال y زيد تقاضي موا إجريك والإكس أكوا تيكال يا دو زيكريك. دونك من هنا نستنتج لسباس بروبر ولا سوز سباس بروبر تاع الأو تروا هو فيكتور دو إجريك. فوالا فيك دو إجريك هنا مضروب في دو، هنا مضروب في الأن، وهنا مضروب في موان زان، وهكا طلعنا توازيام فيكتور كيف كيف تمشي تجيب هنا وتحطو دو أن موان زان. فوالا هاك لي تروا فاكتور اللي خرجت معاكم هما اللي كونوا لي لا ماتريس دو باساج. فوالا هذيك هي الماتريس دو باساج، دونك نجي لهنا ونسميها بي بي. من بعد اش قال لي؟ قال لي مونتري كو اف اي دياغوناليزاد. فوالا بور كو، بور كو اف مش اف هذا سي سي ماتريس سي، pour que سي اي diagonalisable يلزم يلزمك تبيري في واحدة من لي تروا بروبريتي هذوما، واحدة اثنين ثلاثة. شنو معنى واحدة منها؟ لازم تبيري في واحدة بركة كيف يلزم، مش الأوبجيكتيف أنك تبيري فيها ثلاثة مع بعض. كيما زادت نجم تلقاهم ثلاثة نو سون با فيريفي، واحدة تقول له أني با دياغوناليزابل. باهي شنو هي البروبريتي الأولى؟ أنه بليتو سي الماتريس تاعنا سي، انه سي اي سيمتريك. اسكو سي سيمتريك ولا لا؟ اش معناها سيمتريك؟ سيمتريك يعني اسكو سي كي نقلبها كي نعمل لها ترانسبوزي تقعد هي بيدا ولا هترانجربو؟ يعني اش معناها ترانسبوزي؟ ترانسبوزي نقلب الليني يولي كولون، دونك تعطيني هنا دو ان زان، الليني الثاني يولي لي ان ان زيرو، والليني الثالث يولي لي موان زان زيرو ان. اسكو قاعدة هي بيدا؟ فوالا نورمالمون قاعدة هي بيدا، دونك سي هي سيمتريك، دونك تي تو سي هذي ترانسبوزي دو سي، دونك سي اي سيمتريك فيريفي ديريكت من غير تكمل لي بروبريتي الاخرين، تقولو راهي دياغوناليزاب. مثلا كي لقينا سي ماهيش سيمتريك شنو نقولو؟ يلزمك تفيريفي انو سي ادمي دي فالور بروبر ديستان، دي فالور بروبر ديستان، واحنا لقيناهم ديجا، حتى احنا لقيناها الحكاية هذي ديستان. راكم ادميتوا فالور بروبر ديستان، دونك سي سي ديغونالزابل. الاخرانيه انه لازم تكون الديمونسيون تاع فالور بروبر قد الديمونسيون تاع سوز سباس بروبر. ديجا احنا زيرو ديمونسيون تاع ان هذا ان هذا ان حتى هذا ان ان ان، دونك لي تروا بروبريتي فيريتي. فوالا بما انه توا سي ديغونالزابل، دونك باش نكملوا السؤال السادس قال لي دوني ليكسبرسيون دو سي على بويسونس ان بور توت ان ابارتيان ا ان بريفي دو زيرو. ب سي ا لا بويسونس ان هي تو سامبلومون هي لا ماتريس بي هذي فوا لا ماتريس دي فوا لا ماتريس بي موان زان، دونك هي سي ا لا بويسونس ان تولي لي دي ا لا بويسونس ان. لكن انت قبل تعمل سي ا لا بويسونس ان يلزمك الساعات تبين له اللي سي اكوا، نحيلو هذه الان من هنا ومن هنا، يلزمك تبين له الساعة الكريتيريا هذه انه سي الماتريس هذه هي بيدا ايجالا بي فوا دي فوا بي موان زان. شنو هي البي؟ البي هذه الماتريس دو باساج هيك حاضر سي بون.
شنو هي الدي؟ الدي كلماتيس اللي لقيناها بكري، هذيك الدياغونال اللي نتاع لي فالور بروبر، حطيناها من الصغير للكبير لهنا. قعدت لي البي موازان، شنو هي البي موازان؟ هي الانفيرس نتاع البي، اللي هي هذه البي. دونك باش تمشي تعمل لها انت الانفيرس نتاعها، فوالا نجيو لهنا بشويه بشويه تعمل الانفيرس. باش نحسب الانفيرس اول حاجه لازمك تمشي تحسب الديتيرمينون، خاطر البي موازان الفورمول نتاع البي شنو هي؟ هي 1 سور ديتيرمينون دو بي فوا لا ترونسبوزي دو كو ماتريس دو بي. دونك اول حاجه مطالب باش تحسب الديتيرمينون، الديتيرمينون مثلا هات نختاروا ليني لول بويسك في زيرو اقل انا كالكول، نخرج ال 1 ونخرج من بعد ال 2. فوالا دونك ال 1 باش يقعد لي هنا 1 موازان، دونك 1 موازان ال 2 هذي باش تقعد لي موازان 1 اي 1 1. فوالا هذا باش يعطيني موازان موازان موان 2 فوا 1، هذا كله باش تعطيني موان 2. هذه موازان موازان موان 2 موان 2 فوا موان 2 فوا 2 باش تعطيني موان 4. دونك ديتيرمينون هي موان 6، لازم تركز. دونك موازان موازان موان 2 موان 2 فوا 2 هي موان 4، هنا موازان موازان موان 2 موان 2 فوالا. دونك ديتيرمينون موان 6، سي بون، لقينا ديتيرمينون اللي هي موان 6. نجي لهنا نستوكيها البحث الديتيرمينون، تو نرجع لها من بعد حاشي به مريك. تو باش نمشي نطلع الكوماتريس نتاع البي. هذه الكوماتريس نتاع البي هي الماتريس الكبيرة اللي فيها 9 ماتريسات صغار. دونك باش تحاول تطلعها بشوي بشوي، تسيس روحك ما تنساش لي سينيا كوماتريس دو بي. دونك انا لهنا باش نحاول نخرجها مونتالمون، شوية تركيزك اهو، جيست كان فما غلطة هكا ولا حاجة عادي نغلط راهو. دونك ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنين، قدامها سين بوزيتيف تقعد ناقص اثنين، توا هكا وهكا، واحد إلا واحد صفر، هذه هنا باش تكون صفر، به هكا وهكا، ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنين تقعد ناقص اثنين، نمشي توا في الوسط هكا وهكا، زيرو موان دو، موان دو، قدام السين موان تولي لي دو، به. توا في الوسط هكا وهكا، موان زان موان دو موان تروا، موان زان موان دو موان تروا، ليك موان تروا قدامها بوزيتيف تقعد موان تروا، هكا وهكا، واحد إلا صفر، واحد قدام السين موان تولي لي موان زان، باهي توا هكا وهكا، زيرو موان دو تعطيني موان دو، فوالا، توا هادي هكا وهادي هكا، دونك واحد مع اثنين ثلاثة، قدام السين موان تولي لي ناقص ثلاثة. على هذا وهذا، دونك ان موان زيرو تقعد لي ان، فوالا. توا باش نمشي نعمل، باش نمشي نعمل لها ترونسبوزي، نقلبها للينيا تولي كولون، فوالا. دونك هذا يولي لي الكولون الاول موان دو زيرو موان دو، هذا يولي لي الكولون الثاني دو موان تروا موان زان، وهذا يولي لي موان دو فوالا موان تروا اي ان، فوالا. أو حصلنا على الديترمينون، حصلنا على ترونسبوزي ان سي سويت. اخر حاجه نستنتجها بي موان زان، بي موان زان هي ان سور موان سيس تعطيني موان زان سوزيام فوا هذا الكل موان دو دو موان دو زيرو موان تروا موان تروا موان دو لهنا موان زان ان الكل هذا الموان لطف. باهي توا يا سيدي بن سيدي نمشي نثبت له est-ce que c'est égal à p fois d fois p moins 1. Voilà, et nous avons là le p. P oui, il y a 1, 0, 2. On a moins 1, 1, 1. Et on a là, 1, 1, moins 1. 1. Voilà, et d, il y a le qu'on a écrit, il y a 0, 0, 0, 0, 1, 0, et on a 0, 0, 3. Voilà. تو البي موان زان، موان زان سور سيس هذي نجيبها لبرا، خليها لبرا في اللخر بكل، ونكتب الباقي بتاع الماتريس هذي، لا هات نجيبها الكل باش نقعد شي نعاود فيها، هاي بابا، تو نمشي نضرب، هذي الكل لازم نثبت اللي هي قالها سي، نجي لهنا سي إيكال موان زان سور سيس. نمشي نضرب لي دو ماتريس هذوما في بعضها، صفر صفر صفر، دونك صفر من بعد صفر صفر صفر، كيف كيف صفر من بعد صفر صفر
اثنين في الثلاثة هي ستة. ب زيرو زيرو زيرو، هذا كله باش يعطيني زيرو، علاش خاطر هذا كله زيرو. دونك زيرو ان زيرو تعطيني ان، زيرو زيرو تروا هنا باش تكون تروا، وعندنا لهنا هذا كنا تفهمنا زيرو. من بعد زيرو ان زيرو تقعد لي هنا ان، وعندي الغادي موان تروا موان تروا. فوالا توا نجيب بحذاها اختي هذه ونمشي. اوبس دونك هذه باش نجيبها هوني فوالا، ونمشي توا نضرب دو ماتريس بعضهم، نخلي ديما كالموانزان سور سيس هذيك البرا في الأخر الكل باش نضرب. صفر صفر، ستة في ناقص اثنين ناقص اثناش. بعد صفر صفر، ستة في ناقص واحد ناقص ستة. صفر بعد صفر، ستة في الواحد ستة. ده زيرو زيرو، تروا فوا موان دو موان سيس. ده زيرو موان تروا موان تروا موان سيس. ده زيرو ان فوا موان تروا موان تروا موان تروا بلس تروا يعطيني زيرو. آخر حاجة زيرو زيرو موان تروا فوا موان دو هي سيس. ب زيرو موان تروا بلس تروا زيرو زيرو لهنا، زيرو موان تروا موان تروا موان سيس. هاي بابا، حتى ونضربوا فيها الموازان سوزيان، ناقص اتناش في ناقص واحد تعطيني اتناش، اتناش على ستة هي اثنين. ناقص ستة هذه نضربها تولي لي ستة على ستة واحد. من بعد ستة في ناقص واحد ناقص ستة على ستة ناقص واحد. بعد هذه واحد، هذه كيف كيف واحد. صفر على ستة باش تعطيني صفر، ستة في ناقص واحد ناقص ستة على ستة تعطيني ناقص واحد. صفر هذه باش تعطيني صفر، ناقص في ناقص تعطيني بوزيتيف، بوزيتيف على ستة تعطيني واحد. نورمالمون هذه هي السي. تروح نمشي بشوي بشوي، تروح نثبتو اسكو هي بدا ولا دو ان موان سان. واو واو، سي تري 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 بيان. باهي والله قاعد نخدم فيها معاك انت هكا في الفيديو في الديريكت، يلزم برشا كونسنتراسيون الحقيقة. باهي اخر سؤال باش نستنتجو لهنا، ما تنساش خاطر انت قاعد تو تحسب في السي موان سان، في السي على بيسونس ان، تجي هذه السي على بيسونس ان تقول له ان هذه هي بي فوا دي على بويسونس ان فوا بي موانز ان. بالضبط هي شنية باش تعود له الماتريس بي هي بيدها، باش تعود له الماتريس هي بيدها بربي. هاو باش نعملها لهنا خير، نوريكم بالضبط كيفاش نجاوبو. هذه باش نجيبها لهنا كالبي موانز ان نطلعها لفوق. الباقي بتاع البي موان زان جيست دي على بويسونس ان شنيا؟ تو صفر على بويسونس ان هذايا دياغونال باش يقعد لي ديما صفر، ان على بويسونس ان زاد باش يقعد لي ديما ان، تروا على بويسونس ان. هذا هو كيفاش تجاوب على السؤال. والسلام عليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، الى اللقاء.